السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم من جديد. وكنا اتكلمنا في الحلقة الخامسة عن الكالتشر ميديا. النهاردة هنتعلم ازاي نحضر الكالتشر ميديا. زي ما احنا شايفين، ده شكل عبوة الميديا، ده النيوترنت اجار. لازم ناخد بالنا من الاكسبايري ديت، وهنا مكتوب التيبيكال فورميلا، ودي المكونات اللي بتكون منها النيوترنت اجار، والفاينل بي اتش المفروض الميديا توصل ليه. على جنب هنا في طريقة التحضير، بيقول لي سسبند 28 جرام في لتر مية. تمام، انا دلوقتي مش هحضر لتر، انا هحضر 200 ملي مثلا. تمام، فعشان احسب الوزن اللي انا هوزنها في ال 200 ملي مية هعمل ايه؟ اول حاجة 28 جرام في اللتر، يا ترى كام جرام في ال 200 مللي اللي انا عايزه احضرهم؟ هضرب طرفين في وسطين واحسب الحسبه، هيطلع لي 5.6 جرام من الميديا. دلوقتي هنبتدي نحضر، والادوات بتاعتي الميزان، الكوب اللي انا هوزن فيه الميديا، جراديويتد سلندر فيه 200 مللي ميه مقطره، والدورق اللي انا هحضر فيه. اول حاجة وزنت 5.6 جرام من النيوترينت اجار بتوعي. تمام، بعد كده حطيتهم في الدورق اللي انا هحضر فيه. بعد كده هبتدي اضيف المية، الاول بضيف شوية صغيرين علشان اعمل ميكس للميديا وما يعملش كلاكيع معايا. بعد كده هضيف باقي الكمية، وهعمل ميكس كويس. بعد كده عملت بلوج من القطن وسديت بيها الفوهة بتاعت الكونيكال فلاسك. قايل لي بعد كده في التعليمات ان انا اغلي الميديا وبعد كده اعقمها. هو مبدئيا انا مش هضيع وقت في الغليان، لان كده كده الاوتوكليف بيعقم بالحرارة الرطبة، فبالتالي الميديا هتغلي جوه الاوتوكليف. بعد كده هحط الميديا جوه جهاز التعقيم الاوتوكليف بالطريقة دي. التعقيم بيبقى لمدة ربع ساعة على 121 درجة مئوية. دلوقتي احنا طلعنا الميديا من الاوتوكليف بعد ما خلص تعقيم، والميديا لو حسيناها كده هنلاقيها سخنة جداً، وزي ما احنا شايفين حصل ذوبان بالكامل لجزيئات الاجار في المية المقطرة. وهنحضر من النيوترنت اجار ده بلاد اجار، احنا محضرين 200 ملي نيوترنت اجار، فلو عايزين نحضر بلاد اجار هنضيف من 5 إلى 10% على الوزن اللي احنا محضرينها، يعني معايا من 10 إلى 20 ملي بلاد. سيبنا الميديا تكول داون شوية، وبعد كده ضفنا 20 ملي من البلد، ويفضل طبعا نشيب بلد اجار ونضيفه بطريقة اسيبتيكالي. ولو عايزين نحضر شوكولات اجار فبنضيف البلد بعد ما الميديا تطلع من الاوتوكليف مباشرة، او بنسخن البلد اجار ده اللي احنا محضرينه. انا دلوقتي مجهزة الاطباق البلاستيك بتاعتي المعقمة اللي هصب فيها. بعد كده هبتدي ان انا اصب الميديا، هعمل ميكس خفيف كده وهصب، وهعمل سورد كده علشان سطح الميديا يبقى مستوي تمام. ولازم ارتفاع الميديا يبقى حوالي 4 ملي. طبعا مش هنقيس كل طبق بالمسطرة، احنا هنتعود عليها بالنظر بعد كده. وهغطي الطبق كده وهسيبه يسوليدفاي، وهكذا في باقي الأطباق. كده الميديا بتاعتنا خلاص حصل لها سوليديفيكيشن، يعني اتحولت لصلب، وده ارتفاع الـ 4 ملي اللي احنا كنا بنقول عليه.
وهنتعود عليه مع الوقت واحنا بنحضر كتير بالنظر. بعد كده هنكون محضرين كيس عاملين عليه ليبل باسم الميديا واللوت نمبر وتاريخ التحضير والاكسبايري ديت. الاكسبايري ديت من تاريخ التحضير لأي ميديا شهر واحد من تاريخ التحضير، وطبعا اسم اللي حضر. وبنحط الأطباق أبسايد داون عشان نمنع تكثف البخار على الغطاء، وبالتالي ممكن المية دي تنزل على الميديا تبوظها. وعلشان نختبر صلاحية الميديا للاستخدام بنعمل كواليتي كنترول، والكواليتي كنترول للميديا بينقسم لحاجتين: الاستيريليتي تشيك والبرفورمانس تشيك. بالنسبة للاستيريليتي تشيك فده اختبار لتعقيم الميديا، فبناخد من 5 إلى 10% من الباتشاية اللي احنا حضرناها وبنعمل لها انكيوبيشن في 37 درجة مئوية من 18 لـ24 ساعة، يعني بنبص عليها تاني يوم. لو لقينا جروث على الأطباق فبالتالي التعقيم كان غير صالح، أما لو ما كانش فيه أي جروث يبقى التعقيم صالح. أما البرفورمانس تشيك فهنا بنستخدم كواليتي كنترول سترين المعروفة تجاريا بالATCC، وهي عبارة عن أنواع مختلفة من البكتيريا، كل بكتيريا ليها رقم وكل رقم ليه خواص مختلفة عن التانية. علشان نعمل performance check للبلاد أجار بناخد staff aureus رقم 2592 3 وبنزرعها على البلاد أجار، فالمفروض ان هي تاني يوم تديني growth على هيئة مستعمرات لونها cream colored او golden yellow. بعد كده هنشيل الميديا في التلاجة لحين الاستخدام.